السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. تلبية لواحد مشتركة اللي طلبت مني كيفاش صوبت هاد الخبز. إذا أنا غادي نوريكم الطريقة اللي عجنت بها هاد الخبز. هي في الأول كنت درت هاد الوصفة بهاد الطريقة وعاود غيرتها وحصلت على الخبز هذا. غنقول لكم المكونات ديالو. المكون ديالو كاين فيه البلوط، كنا كنعرفوا البلوط، اذا هنا غنستعملوا دقيق البلوط. كيفاش كنحصلوا على دقيق البلوط؟ كنشدوا البلوط كنسلقوه نقشروه ومن بعد كنطحنوه. ملي كنطحنوه كنحصل على هذا النوع من الدقيق. اذا هذا هو اللي كنستعمل. راه كنت صوت منه الخبز ديال الدار، دابا غنصاوبو هاد لو بان دو مي او هاد الخبز كي ديال التوست. هاد الخبز كيشبع بزاف بزاف، يعني غير قطعه واحده يعني كتشبع. شنو المكونات ديالو؟ بالاضافه لدقيق البلوط اللي كندير، ما كنديش كميه كثيره مقارنه مع كميه الدقيق. اذا غناخد فرينه يعني الدقيق الابيض ولكن مطحون في يعني في الطاحونه، وخديت هنا واحد الدقيق اللي كنسميوه لو سيغل، هو تقريبا كيشعير، ما عرفش سميته بالعربيه، واذا هو لو سيغل ولكن عوضوه بالشعير. وغتخصنا الخميره، زيت الزيتون، الملحه، وهنا هاد الخبز بغيت نوضع فيه القرقاع والزبيب. هذا اضافه، غادي انا غنديرو بالقرقاع والزبيب. اللي ما بغاش يديرو ماشي مشكل، او يدير يعني بعض البذور الاخرى الصحيه. هنا فقط استعملت الخميره العاديه، يمكن نستعملو خميره بلديه. وغادي نستعمل زيت الزيتون، وباش يعني يتحمر غناخد يعني ماده محليه. هنا خديت عندي دبس الخروب او عسل الخروب، هو اللي درته. يمكن ديروا العسل، يمكن السكر، ولكن ما ننصحكمش بالسكر، العسل يكون احسن. طريقه هنا يمكن يعجنوا بيدينا، يمكن نلعبوا الاله يعجن. اذا هنا درت الاله، درت يعني في الاول انني خلطت الخميره مع المدافي مع يعني داك دبس الخروب، وخليتهم يعني تخلطوا حتى خمرات شويه. عاد ضفت الدقيق، وضفت يعني انواع الدقيق اللي مخلطه كلهم، وضفت الملح وخليته كيتعجن، وخليته خمر شويه المره الاولى. ومن بعد يعني خليت هذيك العجينه ترتاح. دائما حاولوا ملي تعجنوا خليوا العجينه ترتاح المره الاولى. ومن بعد شديته وضفت ليه يعني الزبيب اللي حيدت منه عظم. انا درت الزبيب البلدي، الزبيب ديال البلاد كيكون احسن. ومن افضل نولون يعني ناخذ ما هو يعني موجود عندنا في البلاد، يكون احسن لا بالنسبه لينا ولا بالنسبه للبيئه. اذا خلطته مع هذا الدقيق او مع العجينه عفوا، ومن بعد غادي نسرحها. فقط غادي نسرحها غير باش نلول بها على شكل يعني باغيت، باش ما تجينيش مبقصه. كتشوفوا العجينه كيفاش هي. اذا هنا غادي نقرص مزيان، ومن بعد غادي نلول بها. اذا باش نطيب هاد الخبز، هاد الخبز التوست، انا غنستعمل القالب ديال الحلوى، داك القالب الطويل او المستطيل. دهنته ودرزته بالدقيق ووضعته، ووضعت هاد يعني هاد الباغيت حطيتها هنا في المول. بالطبع بغيت نزوقه بشويه القرقاع والزبيب، فقط هذا كاضافه ضفته بشويه القرقاع. درتو من الاعلى وخليته يخمر، لكن المشكل ان كميه الدقيق ما كانش كافيه المول ديالي، ما كنتش عابره مزيان، وجاتني كيف كي الباغيت كي الكوميره. غتقول لي ما خامراش مزيان. لا خامره، غير هاد الدقيق السيغل كيكون ثقيل شويه وما كيكونش يعني كيكونش خفيف. هادشي باش كيكون هكا وكيعطي الخبز لون اسود، فبالتالي هو بنين جلديد بزاف. لكن بغيت نعاودو، وبغيت فعلا تكون عنده يعني كيف الطوست. قلت نعاود تجربه اخرى. اذا هذا كلتو في الفطور كما قلت كيشبع مزيان.
المره الثانيه ملي عاودت اذا صوبت هذا الخبز اللي قدامكم حتى هو فيه السجل، ولكن هنا درت دقيق القمح الكامل، وايضا ضفت دقيق البلوط، يعني كميه دقيق البلوط راه كما كتشوفوا راه ما كنضيف شي كميه كبيره. هنا استعملت دقيق القمح الكامل، واستعملت شويه ديال الساجل، واستعملت الفرينه يعني الدقيق الابيض اللي من الطاحونه، الواحد يشريها من الطاحونه احسن. وهنا غنستعمل الخميره البلديه، اذا هذا الخبز الثاني استعملت فيه الخميره البلديه باش يكون صحي، عجنته في الليل وكنخليه حتى الصباح باش كي يخمر مزيان. اذا هذه الطريقه، هذه ما استعملش العجانه، فقط باليد ديالي باش عجنت يعني في هذا الاناء وخليته يخمر مزيان. اذا ومنفس الطريقه انني استعملت يعني انني استعملت المول، لان ما صورتش ما كنتش معوله غادي ندير هذا الفيديو. فعلا صورت الخبز ملي وجد لان عجبني، ولكن ما كنت صورت يعني مراحل تاع العجن. اذا هنا خليته خمر الخمره الاولى كما شفتوا، وعاود ثاني ملي درته في القالب عاود درته في فران دافي باش يخمر مزيان، خليته خمر مزيان ودرته يطيب. اذا هنا كما قلت بالنسبه للسجل ما كاينش ديروا الشعير، هنا الشعير غيكون احسن منه اصلا. اذا فبالتالي كيجي هذا الخبز رائع، وغير يعني قطعه واحده غتحسوا بالشبع، يعني كيشبع بزاف. اذا بالنسبه لاصحاب الحميه فهو مفيد، ما غياكلوش الخبز بزاف ملي غيستعملوا هذا الخبز، هو لذيذ صحي، كنصحكم انكم تجربوه.